خالته الجبن. ايه ده؟ هو الجبن بيتخلط؟ نضيف لها المقادير حسب المكيال. ايه ده؟ ويعني ايه مكيال ده؟ ملناش دعوه. نضع قدح من اللبن. ايه ده؟ هو يعني ايه لبن؟ يقولوا كلام غريب. كلنا بنحب التشيز كيك جدا، لكن لو عرفت الوصفه مش هتحبوه بسبب الخطوات الكتيره قوي والكعبله اللي في الوصفه دي. لكن انا بعد ابحاثي ومجهودي الشاق قدرت اتوصل لطريقه جديده لعمل التشيز كيك. الفكره دي انا اللي اكتشفتها لنفسي بصراحة. كده الكذب ملوش رجلين. اللي علمنا نعمل الشيز كيك دوت طنط آسيا. أول حاجة أنا محتاجة كيس فريزر أحط جواه 20 بسكوتة أوريو. هجيب بقى حاجة تقيلة، نشابة أو معلقة أو برطمان، وأقعد أفعص فيه وأدشدش فيه لحد ما يبقى زي بودرة ويختفي تماما. في بولة هخلط الجبنة مع اللبن المكثف لحد ما يبقى زي الكريمة. هضيف لهم اللبن المكثف وأقلب كويس. وممكن أكسر جواهم كام بسكوتة أوريو تدي الخلطة البيضة دي طعم جميل. ما أنا بحب الأوريو قوي. هجيب كوباية وأحط طبقة من الأوريو المطحون، وبعدين هحط طبقة من خليط الجبنة الحلو ده، وهرش تاني الأوريو على الوش. ودلوقتي هصور سيلفي مع أحلى تشيز. يلا يا تشيز، قول تشيز.